برضو عن الصحة والتغذية المدرسية، كشفت رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي أو للتسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل خطة التغذية المدرسية للعام الجديد، وأوضحت أن الوزارة قررت إلغاء الوجبة الجافة وهي الجبنة والعيش والتي حدثت مشكلات بسببها العام الماضي وادعاءات تسمم بين الطلاب، ولفتت إلى أن الوجبة الجديدة بقى هتتضمن بسكوت لتلاميذ رياض الأطفال واستبدال الوجبة الجافة بقطعة بانيه 50 جرام سادة وبتيب الجبنة وقطعة حلاوة وأيضا فطيرة بالعجوة، مع الاستمرار في توزيع الوجبات المطهية لطلاب المدارس الداخلية. وجبة طيب. قطعة باتيه مش بانيه. أنا قلت بانيه والله؟ لا أنا قصدي باتيه طبعا. طيب معانا أستاذة رندا حلاوة وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم، أهلا بيك يا أستاذة رندا. يعني نفهم من حضرتك إنه العيش والجبنة خلاص مش هيبقوا موجودين، هيبقى فيه باتيه بالجبنة. هي كان العيش بيوزع لوحده معاه الجبنه النستو، وبعدين حصلت مشاكل منه السنه اللي فاتت، الناس بدات تشتكي لان الولاد كانوا بيستخدموا الجبنه وايديهم مش نظيفه على العيش، فده كان بيعرضهم لبعض حالات من المغص او من التلبك اللي يعني وصلت لانها بتوصل لحالات ادعاء تسمم. ولما اتعملت التحاليل على الحالات الاشتباه السنه اللي فاتت كلها في المعامل المركزيه بوزاره الصحه، ما فيش ولا حاله ثبت انها عندها تسمم، والمعامل والاداره العامه للرقابه على الاغذيه بوزاره الصحه اثبتت سلامه كافه الوجبات اللي بتقدمها للولاد. فقلنا السنه دي نبعد عن الـ يعني الجبنه تكون مكشوفه يعني او الولاد يستخدموها بايديهم بالظبط، وبتوجيهات طبعا من القياده السياسيه والسيد رئيس مجلس الوزراء. طيب هو هنا يعني هيتم تخييرهم، يعني لان انا قلت في باتيه بالجبنه، في باتيه ساده، في مش عارفه قطعه حلاوه، في فطيره بالعجوه، يعني كل ده وجبه ولا هم هيختاروا؟ هم مش هم هيختاروا، هو كل حاجه هتبقى يوم. باتيه بالجبنه يوم، باتيه ساده ومعاه حلاوه بار حلاوه مغلفه يوم، بسكوت يوم، فزيرة بالعجوة يوم. عظيم عظيم. مين اللي هيراقب بقى يا أستاذة رندا، ومين اللي هيشرف طبعا على النظافة طبعا؟ التغذية مش وزارة التربية والتعليم بحدها اللي بتشارك فيها، احنا عدة وزارات وهيئات مسؤولة عنها. بالنسبة للمستوى المركزي في المديريات التعليمية وفي المحافظات، يرأس لجنة التغذية السيد محافظ الإقليم، ومعاه مدير مديرية التربية والتعليم ومدير عام الخدمات، وبعدين عندك بقى التموين والزراعة والرقابة على الأغذية، دول أساسي موجودين في اللجنة. عندنا لجنة في المدرسة مكونة من مدير المدرسة وأحد الوكلاء والأخصائي الاجتماعي ومشرف التغذية، وفي حالة عدم وجود مشرف التغذية يكلف أحد المدرسين بالانضمام للجنة، لان دول بيبقى مهمتهم الظاهري. سؤال اخير وسريعا ايضا استاذه رندا، الوجبه المطهيه هل هيتم توريدها بشكل يومي وفي موردين معينين طبعا انتوا بتبقوا واثقين فيهم ام ايه؟ الوجبه المطهيه اولا ما حصلش منها مشاكل خالص. الوجبه المطهيه دي بتتم لطلبه مدارس التربيه الخاصه والمدارس الرياضيه، ودي بتتم وفق تعهدات، والمورد بيورد وبيورد الخامات، وبيتم التصنيع من خلال طباخين موجودين في المدرسة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة رندا حلاوة وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم.